لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم دائما معي في مطبخي من الحسو كار، مع وصفه جديده، فيديو جديد، دائما النشاط والحيويه، ودائما مع الوصفات السهله والاقتصاديه، واللي دائما غادي تجربوها في البيوت ديالكم. ديروها الكوتي او الفطور ديال الصباح، كتجيكم غزاله وفنه وروعه. اليوم غادي نقدم لكم البنات واحد الكيكه، يعني بالعجينه بيضاء وبالشكلاط، كتجي روعه روعه روعه، فنه رخاميه، كتحمق وبنينه. المقادير بساط وسهلين، وتبعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر. وشكرا لكم على دعمكم، شكرا لكم على التعليقات اللي كتقدموها ليا في حقي وفي حق الوصفات اللي كنقدم، وايضا حتى الروتينات والمشتريات. يلا ها البنات، ما نطولوش في الهضره، نبداو نقولوا على بسم الله على بركه الله، ومن بعد كنصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. ايوا، اشنو غادي نديرو في هاد الكيكه وشنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو 3 ديال البيضات كيف كتشوفوا، وفي نفس الوقت غادي يعني نديرهم هنايا باش يطربوا. دائما نطربوا البيض بسميتو بالخلاط الكهربائي باش يطلع لنا زوين وهشيش. حطيت لي واحد الشقيفه هنايا. غادي نديروا معها القبيصه ديال الملحه طبعا باش ما ننساوهاش. نديروا واحد المعلقه صغيره دا وصافي، وغادي نطرب الكل بسم الله. نخلي الماكينه اولا البيض يتخفق مزيان ياك، وانا غادي من بعد غادي نضيفوا الاضافات الاخرى. هانتوما يا البنات، غير كيتخفق شي شويه، كنضيفوا له داك السكر وكنردوه عاوتاني كي يتخفق حتى يبيض الخليط مع السكر الفاني. هانتوما يا البنات، غير كيتخفق البيض مزيان، نبقى نضيف تدريجيا الزيت شويه بشويه. الحليب طبعا يكون دائما دافي، ما يكونش بارد. واحد الياغورت صغير ديال درهم. بعد ما كيتخفق لينا الخليط كنزولو يعني هاد الماكينه هادي. غادي ناخذ كاس ديال الدقيق، دائما مغربل ونوليو نغربلوه. نضيفوا ليه واحد الباكيه ديال بيكين باودر، نغربلوها جوج. عندي هنايا جوج ونصف، نعمر نوجد الكاس الثاني مع نصف باكيه ديال الخميره، يعني هنا درنا جوج ونص. نكملوا الكاس ديالنا، ممكن تدخلكم حتى الجوج ونص ديال الدقيق. خلطوا مزيان، مازال خفيفه. غادي نزيد نص كاس، ونزيدو طبعا ما ننساوش
ما ننساوش الكاكاو. فواحد الانيه كنقصوا ربع ديال العجين باش غادي نضيفوا ليه الكاكاو. هنا عندي غادي ندير المعلقه الاولى وغادي نشوف اللون، دائما نغربلو. معلقه ونص حتى الجوج ديال المعالق ديال الكاكاو المر، وغادي نخلط ونشوف. كيف كتشوفوا معايا البنات، هنا الخليط ديالي ديال الشوكولا اللي درتو بالعجينه انتما كتشوفوا جاهز. عندي هنايا الخليط ديالي ديال الدقيق كيف كتشوفوا بدون شوكولا، ها هو جاهز. غادي نكب النصف ديال الخليط ونخلي النصف الاخر حتى نغطي به الخليط الاسود. كناخذ هنايا المول، اي مول بغيتو لكم. غادي نعمل هنايا الفوق الخليط ديال الشوكولا، طبعا شوكولا سوداء المره. باش يجينا من الداخل رخامي مغبغي بهذا الخليط ديال الشوكولات. من بعد نكمل بالطبقه الثانيه ديال العجينه البيضاء. الفرن راني شعلته، غادي ندخل الكيكه ديالي الطيب، وديك الساعات غادي نشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا بعد ما كنخرجها. نتوما على حسب الفرن ديالكم 180 درجه، وغادي نشوفوا التوقيت شحال غادي تستغرق لي ديال الوقت. هنا كنبقى ليا شويه ديال الكاوكاو مهرمش، انا غادي نديرو من الفوق. هذا اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديرش. اولا ديروا اللوز افيلي، اولا تخليوها حتى تخرج من الفران وديك الساعات عملوا ليها التزيين النهائي ديالها. هذا مكان البنات، غادي نغطيها بالغطيوه ديالها وغادي ندخلها الفرن. ها نتوما يا البنات كيف كتشوفوا معايا الكيكه ديالي بعد ما طابت وحمرت لها الوجه ديالها، كتجي الشكل ديالها كيجي غزال يا البنات. ها نتوما تشوفوا الطبقه ديال الشوكولا اللي كنا درنا، وها نتوما يلاه قلبتها هنايا، خليتها حتى بردات مزيان وقلبتها. قلت لكم اللي كتكونوا كطيبوها ضروري ما تغطيوها بديك الغطيوه ديال هاد المول هذا الى عندكم طبعا، وكتجيكم على هاد الشكل هذا، كتجي هشيشه يا البنات وفنه. هانتوما كتشوفوا غزاله دابا، وتتجي حتى عاليه، شوفوا شحال تبارك الله عاليه. هذيك هذا هو القاع ديالها، والوجه ديالها درتو من التحت. غادي نقطع لكم كيف كتشوفوا معايا، غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل مزخرفه من الداخل، يعني ما غبغي. بسم الله. هانتوما يا البنات شوفوا كيف جا الشكل ديالها. انا عمدا درتها في هذا التبصيل باش تشوفوا الديكور ديالها كيفاش جا من الداخل. الفطور ديال الصباح البنات ولا حتى لوغوتي ديال العشيه، يجي عندكم شي حد هكذا على غفله توجدوها ليه. ها نتوما شفتوا كيفاش جا الطبق ديالنا ديال اولا الكيكه ديالنا، وهشيشه يا البنات شوفوا كي دايره، فنه فنه فنه. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم ديال هاد الكيك الرخامي تكون عجبتكم، وديروا الطريقه ديالي تبعوها من الاول حتى الاخر باش ينجح معكم الكيك.
وعلى فكره يا البنات ان هذه الكيكه مزينه راسها، ما تحتاجوش تزينوها، كتكون هكذا الكيك اليومي كيجي ناشف هكا بلا ما ديروا لا كونفيتور ولا نباج ولا حتى شي حاجه، تجي غزاله هكذا ناشفه مع شي كويس ديال القهوه اولا شي بريريد ديال لاتاي في الصباح اولا في العشيه. خليت لكم الراحه وان شاء الله نتلقى بكم في وصفه اخرى وشهيوه اخرى من شهيوات قناه ملح وسكر.